مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. الفيديو السابق اتكلمت عن أبونا زكريا القمص، وبعض إخواتي المسيحيين زعلوا اتضايقوا مني إن أنا اتكلمت عنه وقلت إنه ما يصحش يقول هذا الكلام. كل واحد وليه وجهة نظره، لكن أنا شايف إن إحنا لازم نعيش إخوات مع بعضينا. وبالرغم من كل ذلك، أنا لم أدين أبونا الموقر المحترم أبونا زكريا، ولكن الاختلاف في وجهات النظر مش معنى كده إن أنا مش بحبه. بالعكس، أنا بحبه وأحب أسمعه، لكن أنا بقول إن السيد المسيح لما جه بشر ما أدانش حد وما نقدش حد، وكل واحد وليه أسلوبه. وبالرغم من ذلك، إلى أن هناك تعديات وسفالة من أشخاص وشخصيات سيدة غير مسيحية تقوم بالتعدي على فتيات مسيحيات في المترو بسبب ملابسهم الحشمة. نعم، جبريل يطالب بقصاص ضد السيدة المعتدية على فتيات مسيحيات في المترو بسبب ملابسهم. الموضوع في مداخلة تليفونية مع المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، حيث انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الفيديو في المترو، حيث ظهر في الفيديو سيدة غير مسيحية تعتدي بالضرب على فتيات مسيحيات اعتراضا منها على الملابس التي يرتدونها، وشتمت الفتيات بأبشع الألفاظ، مع أن الملابس التي كانوا يرتدونها فتيات تلبس ملابس عادية وتيشيرتات بنص كم. وقامت بنشر الفيديو طالبة في سياحة وفنادق، وتدعى مارينا ومرنا وإيناس، حيث أضاف جبرائيل أن هذا الفيديو يشير إلى 3 حقائق. الحقيقة الأولى أن تلك أصبحت ظاهرة، خاصة بعد وقعت فتاة كلية الآداب في جامعة طنطا، حيث اعترضوا على فستان الفتاة، وكذلك الواقعة الثانية في بعض الأماكن العامة. ثم تأتي القامة الكبرى، وهو اعتداء سيدة على فتيات مسيحيات في المترو. وأشار جبرائيل أن الفتيات كانوا منهم مسيحيين ومسلمات. فيتساءل جبريل، وهل ظهرت مرة أخرى جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ويوضح جبريل أنه كانت هذه الجماعة منتشرة أيام حكم الإخوان، حيث تطلع هذه الجماعة الأتوبيسات ليفصلوا ويفرقوا بين البنات والأولاد، وكذلك الميكروباصات. وفي جامعة عين شمس كان الطلاب ينظمون لعمل مسرحية، فقامت جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهدم المسرح. فأضاف جبريل، وهكذا مرة أخرى جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صورة سيدات يتعدون على بنات طالبات كلهم براءة. وأشار جبريل أنه رأى الفيديو والبنات يرتدون ملابس محتشمة، وأصبحت هذه السيدة تمثل ظاهرة خطيرة، ولابد أن تعاد النظر في مثل هؤلاء، ويتم القبض عليهم ويتم محاكمتهم. فهذه التهمة الحقيقية التي تعتبر ازدراء للأديان، وهذه التهمة الحقيقية لتهديد السلام الاجتماعي، وهذه التهمة الحقيقية التي تسعى إلى الفتنة الطائفية، وهذه أيضا التهمة الحقيقية لإحداث خلل في المجتمع. فمثل هذه السيدة لابد أن تحاكم بعدة تهم تضر بالمجتمع. إن مصرنا الحبيبة مصر التي بها مسيحيين ومسلمون منذ آلاف السنين، ونحن إخوة، وتربطنا السلام ويربطنا المحبة. إننا دخلنا في حروب كثيرة، وسال دم المسيحيين ودم المسلمين، ودمنا جميعا أصبح في دم واحد. لنا أب واحد، أبونا آدم، وأم واحدة، أمنا حواء. هناك كثير من تختلف. انظر إلى يدك، أصابعك جميعها مختلفة، ليس هناك صابع مثل الآخر. كل شخص وله آراؤه، كل شخص وله نظرته، كل شخص وله إيمانه، كل شخص وله معتقداته، كل شخص وله من الحق أن يعجب بمقالاتي أو فيديوهاته، وكل شخص له الحق
أن يقوم بإهانتي وشتيمتي، وكل شخص له الحق أن يقوم بالإعجاب بفيديو. أنا لم أتهم أحد، كل ما تريد أن تفعلونه افعلونه. كل ما يريد أن يقول إنني ضعيف في اللغة العربية، حسنا إنني ضعيف في اللغة العربية وأقوم بتحسينها على قدر من الإمكان، لكنني أعشق كل مشترك يقوم بمشاهدة فيديوهاتي وبتعليقاته سواء كانت إيجابية وسلبية. ولكن كل ما أقوله أهنئ جميع إخوتي المسيحيين بعيد القيامة المجيد، وأهنئ إخوتنا المسلمين بشهر رمضان الكريم المعظم لهم بالنسبة لهم، وبعيد الفطر المبارك أيضا بالنسبة لهم. كلنا أخوة، كلنا أخوة، كلنا أخوة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، بصلوات وبركة البابا تودروس البابا المعظم الأنبا تودروس بابا بطريرك الكرازة المرقسية. وندعو من الله أن يقف بجانب رئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا ليس نفاقا، ولكن ديننا المسيحي سمح وطالب مننا أن نصلي من أجل الرؤساء. والكل وجميع المسيحيون يعلمون في ذلك أننا في القداس الإلهي نصلي من أجل رئيسنا المحبوب. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ومنتظر تعليقاتكم ولايكاتكم، ولكم الحق أن تقولوا في حقي ما تشاءوا وما تريدوا. أنتم تقولوا ما تقولونه، لكن في الآخر أنا بحبكم. شكرا، وسلام الرب يكون معكم، آمين. ويا رب دايما تعيشوا في بصخة، في فصح مجيد، في عهد المذبوح الذي ذبح من أجلنا وتم البصق في وجهه وشتم، واليوم يهوذا الإسخريوطي الذي يسلم المسيح لليهود بالرغم أنه كان أمامهم في كل حين، ولكن إرادة الله، إرادة السماء أن تسبق الأحداث وأن تتحقق النبوات، ويقوم يهوذا في نفس الوقت الذي باع مسيحه ب30 من الفضة، تقوم المرأة الزانية وهي تغسل دمعها وتغسل وجهها وترمي بأجمل وأغلى عطر على مستوى العالم، وهو بقيمة عام أغلى الأثمان بفلوس يعني كثيرة جدا جدا جدا، وبتحطها تحت قدمي المسيح. نحن يا ربي نقدم لك، نقدم لك المحبة، ونسجد لك ونقول احنا يا ربي منتظرين يا مخلصنا. أصنا أصنا أشعنا يا ربي، خلصنا، خلصنا من الخطية التي نعيش فيها، خلصنا من المرار والغلاء والوباء، وانقذنا واجعلنا في ملكوتك، واجعلنا سارقي الملكوت كما سرق اللص اليمين، اللص اليمين الملكوت، وقلت له الآن اليوم تكون معي في الفردوس. فلتكن هذه الكلمة لنا يا رب، ولتكن لي اليوم تكون معي في الفردوس. أحبائي شكرا لكم، أقد أطلت عليكم الكثير، ولكم مني الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم، آمين. مساء الخير أحبائي وأعزائي قناتكم الملكة والأمين. بأول الأمر أقول مسائي لكل إخواتي مسيحيين ومسلمين، وبوجه رسالة وبقول كل سنة وكلنا طيبين، كلنا داخلين على أعياد عيد القيامة المجيد وعيد الفطر المبارك بالنسبة لإخواتنا المسلمين. الرسالة دي أنا بوجهها للقمص زكريا بطرس، أبونا زكريا بطرس. أنا كشخص مسيحي، أنا سمعت امبارح، سمعت ليك برنامج، وأنا كإنسان مسيحي استفزيت. أبي المحترم الموقر، حضرتك
انت معتقل. يعني ايه انت معتقل؟ انت في عالم اخر. امبارح سمعت ليك برنامج وانت بتهين اخواتنا المسلمين وبتهين شخص نبيهم الكريم. لا يصح مهما كان. ان كنت حضرتك او قدستك او قدسك ترغب في التبشير بالمسيحية بشر كما يجب، ولكن بدون ايذاء وتجريح في مشاعر اخواتنا المسلمين. اما انا كشخص مسيحي لما سمعت البرنامج بتاعك وفي تجريح واهانات، تخيل حضرتك لما بيجي انسان شخص وبيتكلم يقول لك عن يسوع الضعيف، يسوع الجبان، يسوع اللي بيتوغض يعني تجريح في السيد المسيح. انا مش عارف تجرح وبيحصل. وطبعا السيد المسيح اتهان واتجرح كتير على الصليب، ومع ذلك قال اغفر لهم يا ابتاه لانهم لا يعلمون وماذا يفعلون، ما يعرفوش ايه هم اللي بيعملوه. لكن انا لست المسيح. وقدستك انت في عالم تاني وبعيد كل البعد، راعي مشاعر اخواتنا المسلمين. احنا بقالنا الاف السنين في ود، في اندماج، دخلنا في حروب مع بعض. الدم لما سال ما بقناش عارفين ده لا دم مسيحي ولا دم مسلم. مش معنى ان في ناس ضعفاء والجهل واكلهم والدنيا واغداهم وعدم فهمهم، ده شيء لا يخصنا ابدا. مفيش حاجة تخصنا ابدا ان احنا نجرح في بعضنا. نجرح في بعضنا ان انا اسيء الى رسول الاسلام، لا يصح لك ان تسيء. ان كنت تريد ان تبشر، بشر بانجيلك المقدس، قول ووضح الايات، مش بتجريح المشاعر الاخرين او اجرح في كتابهم. السيد المسيح لما جه واتكلم عن اليهود قال جئت لا لانقذ بل لاكمل، ما نقضش الانجيل، بل قال لا تقل العين بالعين والسن بالسن، بل من لطمك على خدك الايمن حول له الايسر. بيكمل. كان في العهد القديم في غلاظه قلوب في كذا، قال لك من لطمك على خدك الايمن حول له الايسر. عزيزي عزيزي قداسة يعني قدسك الشخصية المحترمة، لا يجب ان تهين اخوتنا، لا يجب ان تجرح مشاعرهم، لا يجب ان تصفق ان كان هناك شخص عابر وتحول من دين مختلف الى دين المسيحية. لا يجب ان نصفق. السيد المسيح وتلاميذه كانوا يبشرون بالكلمة. بطرس وبولس لما اتضربوا على وشوشهم واتحبسوا، فيعني السيد المسيح نفسه لما اتضرب قال له لماذا لا تمتني؟ ما اهنهوش، قال له ليه تضربني؟ ايه اللي انا عملته غلط؟ ارجوك. المسيحية ابدا لا داعي ولا تطلب ان تؤذي مشاعر الاخرين. المسيحية لا تطلب ابدا ان المسيح، ان احد او شخص اخر يدافع عنه ابدا واطلاقا. كل دين وليه دنيته. اليهوديين مازالوا لا يعترفوا بان السيد المسيح هو الاله او رب المجد، وكذلك الاسلام، وكذلك المسيحية لا تؤمن برسول الاسلام وتؤمن باليهودية. ليس من حق احد ان يحجر على احد. كل واحد وليه دينه. مش معنى كده ان احنا لا نؤمن بكتاب الاسلام ان احنا نجرح في مشاعرهم او نهنهم اطلاقا. دول اخواتنا. ولا تنسى قدسك ان احنا لينا اب واحد وام واحدة، يعني اخوات. لينا اب اسمه ادم وام اسمها حواء، وكلنا هنفضل اخوات الى مدى الدهر. الله هو العالم، الله هو اللي سامح ان يكون في جميع الاديان مختلفة. ما هوش الدين المسيحي ولا الدين الاسلامي ولا الدين اليهودي، هو
الدين اللي سائد. لا، في اديان اخرى ما زالت هناك اشخاص او بلاد تعبد البقر وتعبد النجوم وتعبد الشمس وتعبد يعني خيالات. لا بد وعليك ان تبشر بدينك بسلام وبعفاف وبروح وبقداسه. لا، طب اقصد دلوقتي، ما انت يعني ليه ما بتتكلمش على الهندوز ولا الناس اللي بتعبد الشمس ولا الناس اللي بتعبد القمر؟ ليه مركز على اخواتنا المسلمين؟ لا يجب عليك يا قدسك، لا يجب عليك قداستك انك تهين وتجرح في اخواتنا المسلمين ابدا. بكرر مره واثنين وثلاثه، قدسك معتقل. نعم معتقل، انت قافل على نفسك، معتقل جوه نفسك، وانت لا تعلم ان كلامك ده ممكن يعمل فتنة طائفية في مصر العزيزة. ولولا وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشخص الرئيس الحكيم الذي يدرك كل شيء، لكانت مصر مذبحة بسبب كلامك وإساءتك لإخواتنا المسلمين وإساءتك لرسول الإسلام. لأ وألف لأ، كلنا كمسيحيين وكأقباط مصر بنقول لك لأ. ما ينفعش إنك تهين مش عشان الإعلام مديك حرية كاملة إنك تقعد تسقف وإنك تجرح وإنك تهين أبدا. أرجوك أرجوك راعي عدم إيذاء مشاعر إخواتنا المسلمين، وهم في شهر صوم، شهر بيتعبدوا لله. أرجوك، وإحنا كمان عندنا أصوام مقدسة وداخلين على أعياد وداخلين على يعني مناسبات أسبوع الآلام، ما تجرحش بحد عشان كفاية اللي حصل من شخص مجهول او شبه مجنون طعن اب كاهن في رقبته مش بتاعتك. الله هو الديان العادل. احبائي واعزائي، اشكركم لاستماعكم الفيديو ومنتظر تعليقاتكم ولايكاتكم الجميلة. واريد وارغب في الاشخاص اللي ما بيؤمنوش. طيب السيد المسيح لما قال سؤال اغفر لهم يا ابتاه لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون، طب هو السيد المسيح هو الاله بيطلب من اله تاني ازاي؟ انا ده سؤالي انا كمسيحي، لكن منتظر تعليقاتكم وتقولوا لي هو بيقول اغفر لهم يا ابتاه لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون، بيطلب من ربنا وقال الهي الهي لا لماذا تركتني؟ طب بيطلب من الهه وهو اله؟ انا منتظر تعليقاتكم وهجاوبكم في المرات القادمه، ومنتظر منكم احلى كلام بدون اساءة بدون اهانة بدون ما احنا نجرح بعض. شكرا لكم احبائي واعزائي، ومنتظر تعليقاتكم ولايكاتكم، وارجو الاشتراك في القناة، قناة الملكة والأمين.